السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. كشف اللاعب كاميرون بامينغا لاعب نادي بورنموث الانجليزي سابقا عن رغبته في حمل الوان الجزائر على حساب فرنسا والكونغو الديمقراطية، حيث ان اللاعب من مواليد 31 جويلية عام 1998 بمدينة ليل الفرنسية، وعمره حاليا 23 سنة، وهو يتقن اللعب كمتوسط ميدان دفاعي. ولكن بامينغا يسجل أحيانا خاصة في المباريات المهمة والفاصلة، لهذا هو معروف بالمنقذ في فريقه الجديد كونينكلي سبورتينغ في الدوري البلجيكي، الذي ما زال عقده الاحترافي مستمرا مع النادي البلجيكي إلى غاية 30 جوان 2022. ويمتاز اللاعب كاميرون بامينغا بلياقة بدنية كبيرة وقوة جسمانية تتناسب واللعب في إفريقيا، وتجدر الإشارة بأن أصول اللاعب الجزائرية من جهة والدته، أما والد اللاعب فهو كونغولي وليس كوديفواري كما يدعي البعض. والجدير بالاهتمام هو أن اللاعب قد صرح في إحدى مقابلاته الصحفية لموقع ديزاد بالون بأنه لن يرفض دعوة الاتحادية الجزائرية لتمثيل المنتخب الوطني، وأن ذلك مصدر فخر بالنسبة له. وقال أيضا بأنه لاعب فني ولديه رؤية جيدة للملعب، إلا أن مشكلته الوحيدة أنه يغضب بسرعة. كما تابع كاميرون بامينغا حديثه قائلا بأنه يحلم باللعب في برشلونة ويعمل جاهدا على تحقيق هذا الهدف، لهذا يجب أن تتواصل معه خلية الفاف الجزائرية لكي لا نضيع هذه الموهبة، خصوصا وأنه يشبه غاديورا في طريقة اللعب والقوة الجسمانية. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.